مع انك غيبة عني وفي دنيا بعيدة عني، اقرب لك حتى مني واقرب من اي قلب، بفتكرك والدموع نازلة بتطفي الشموع، وانا قبلك انتي شو ولا بعدك انتي حب، زي النهاردة انا كنت اسعد من النهاردة، زي الليلة ده انا ايدي كانت بين ايديكي، لما اتقابلنا نسمع بردة في قلبه وردة، سلمتها روحي حضنتيني ليكي، وحياه خوفك عليا وحياه حزني في عينيا، انا عمري في يوم ما نسيتك علشان انتي، انا في حد بينسى نفسه؟ في حد بينسى اسمه؟ في حد بينسى روحه؟ يا حبيبتي يا انا. شكرا. لا ده خالد سليم. اللحن اعتقد عزيز الشافعي، اعتقد مش عمرو مصطفى. لا مش مبسوطين. ايه خايف ليه اغنيه رومي؟ اوكي ايه اللحن؟ يعني مش ما تبسطوش. يعني انا غنيت كويس بس انا كنت متوتر شويه. ما قلتش، بس استاذ خليل سالني بعد الاغنيه اللحن بتاع الاغنيه دي بتاع مين؟ فقلت له بتاع محمد رحيم. خلاص اغنيه ايه؟ زي النهارده. خالد سليم؟ خالد مطر. ايه ده انت مش قلت هتغني قلبك؟ كنت هغنيها بس غيرت رايي. خالد سليم. خالد سليم. انا قلت لهم الاول خليك خالد سليم. ايه؟ اغنيه بتاعت زي النهارده بتاعت خالد سليم. اغنيه انا بحبها عموما. انا بس انا مش هتقصي؟ بس انا حتى اللي فيها عادي. لكن بقيت الاغنيه مش هتعرف. غمضت عيني وغنيت. عشان ما انزلش اركز على راسي وانا مش متوتر جدا. ايه؟ ومقع على ليه غمضت عينيك؟ كنت بحاول اركز. انت غلطت؟ اكيد لازم اكون غلطت. لا انت حسيت عملت ايه؟ في حاجات رحلت مني. المهم يعني المهم ان الاداء كان كويس و بس انا غنيت ما انتش خلاص يعني. انا كنت بس بحاول اركز. هي مدام ميري قاعده تحت اكيد ما خدتش بالي اصلا مركزتش. لازم تبقى قاعده دلوقتي. بس هو ما اتبسطش. استاذ خليل ما اتبسطش. لا انا استاذ خليل ما اتبسطش. مين اللي نازل دلوقتي؟ انا بعد رامي. فين سلطان؟ لما تنزل كده شوف انت خلاص تقدر تقول لي كده انت سلطان فين؟ لا لا ان شاء الله خير. لا انت عملت ايه؟ ان شاء الله عملت لما تغني بالدرس؟ لا خلي عشان